انطلاقه لمصلحه نادي الوكره، ممكن ولا الاهداف، انطلاقه، فرصه للتصويب، جول 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 جول. فعلوا وسجلوا ولا الاهداف، فعلوا ووصلوا الى شباك احمد رشوان. قلت اي نعم يدافعون، اي نعم يعودون للمناطق الدفاعيه، لكن عندما يؤددون يصلون يسجلون. شوف كيف انطلق، شوف كيف توغل، شوف كيف وضع. امان 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 امان، هدف جميل بكل تفنن، بكل شراسه، بل بكل دبين او حتى ثلاث لاعبين. كرة تمريرة جميلة، انطلاقة، فرصة خطيرة، جول 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 جول. التحليل يعود يا سيدي الكرام عن طريق رابح بوسافي. بوسافي يعدل الكفة في هذه اللحظات ويعيد الطوفان في أجواء هذه المواجهة. عمير السيد وخطأ العمر ممكن في المنطقة الدفاعية. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ لا 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 لا, لا, لا يا رابح بوسافي، لا 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 ابدا. رابح بوسافي وجاسم المطوع، يعني الاجواء مشحونه منذ بدايه المواجهه. لا 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 ابدا 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 ابدا. هي مباراه من ثلاث نقاط، نحن في الدوري، ينبغي طبعا تدخل الان الطاقم التحكيمي من اجل احتواء الاجواء. هذه الاعاده، هذه الاعاده كان فيها تسلل، لكن التمريره لا، لم يكن فيها تسلل. الحكم انتظر طبعا